لو الحكاية فيها إن فيتو الغرفة في حضوركم ويجي لأن هو وزير إحنا الكتلة اللي بتعبر عن أكبر شغل الوزير التمويل. لما يجي هنا مش بعيد علينا ولا حاجة إن يجي الوزير هنا وسيد رئيس مجلس الدولة ده يدعي له الاجتماع ونحضر نقول له مشاكل اللي مع وزارة التموين وأنا متابعها كويس جدا وعارفها مشاكل كتيرة مع البقالين التموين ومع القطاعات الغذائية في كل المجالات اللي يجب إنه يناقش الوزير فيها. الوزير ده شغال كويس بس المشكلة في المنظومة والمنظومات اللي هو عاملها إنها فيها بعض الثغرات. الثغرات دي لو تم تلافيها هتبقى المنظومة اللي بيعملها الوزير ده هتبقى كويسة جدا لأن في ثغرات ولازم هو يعرفها مباشرة مننا ومن قطاع التجارة. شكرا جدا وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.